السلام عليكم عشاق وعاشقة الدرجات النارية. لأول مرة كيتخلق أنا ما نستناو يشترك ويدق على جرس باش توصلو كل جديد. اليوم غادي نشوفو واحد ثلاثة أرقام قياسية اللي قاموا بهم بالدراجة الهوائية اللي وصلت السرعة تاعهم حتى 280 كيلومتر، يعني اللي شحال موتور ما كيشداش. واليوم غادي نشوفو معنا الفيديو